نروح مع حضراتكم بعد كده بقى. الخبر جميل وهو ان الاتحاد الدولي لكرة الطائرة اختار احمد صلاح لاعب الفريق الاول بالنادي الاهلي لاعبا للاسبوع. نشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للطائرة تقرير مطول عن صلاح مؤكدا انه لاعب كبير حقق كل البطولات داخل افريقيا. صلاح حصل على كل الجوائز المتاحة في افريقيا وحاولت اندية كثيرة حول العالم التعاقد معه، لكنه ظل وفيا لبلده مصر والنادي الاهلي اللي هو تربى فيه.